تأثيرها اليوم على قاعات الأفراح، الملاهي، المطاعم السياحية وغيرها، وكذلك على الفنانين. برشا حديث قاعد يتناقل على مواقع التواصل الاجتماعي، حبينا ناخذ كلمة من عند سي ماهر الهمامي عن نقابة الفنانين والمهن المجاورة. اليوم نحكيه على بروتوكول صحي مانيش فاهمينه، لشكون موجه؟ هل انه للفنان، للمطعم، للقاعات الافراح، لشكون يا سي ماهر؟ مرحبا. صباح النور، اهلا وسهلا. انتم جيتوا في وقتكم وفي وقتكم زيت تو جوستومون. انت حدد موقعك كما يقولوا. اي حاضر في على البروتوكول وبعد نتعدوا للتو احنا وين بالضبط. نقول لكم احنا وين بالضبط. البروتوكول هذا موجه لقاعات الافراح. اي مصمم خصيصا لقاعات الافراح والمطاعم السياحية والملاهي الليلية وكل الأماكن التي تستعمل فيها الموسيقى. يعني احنا ايه باش ننتفع الموسيقيين هما لكن بدرجة أولى باش ينتفع صاحب القاعة وصاحب الفضاء وصاحب المطعم وهذا كل، لكن إذا كان يحل هو اوتوماتيكمون الموسيقي باش يرجع يخدم. أيوة. والسيرفر باش يرجع يخدم. والعامل اللي في وسط الفضاء ذيك باش يرجع يخدم الناس كل. زد على ذلك الحريف التونسي اللي مبرمج عرسه واللي مبرمج عنده حفلته الخاصة هذيك، هذيك كل الناس كل باش تفتح الأبواب والناس كل باش ترجع تخدم. أي. هذا البروتوكول اللي شنو معمول، والحمد لله بروتوكولنا راهو من الطراز الرفيع في 13 ورقة في أبسط أدق التفاصيل. أي. للحماية الصحية، وهذاك علاش راهو هي الهيئة العالمية للمرض الوطني مدام تشفن عليا وافقوا عليه بدون تردد، وقالوا لي من أحسن البروتوكول اللي جاوهم هما في طلب البروتوكول. تري بيان. به شنو فيه البروتوكول بالضبط سي ماهر؟ فيه التفاصيل كيف قلت لك ما نجمش نقولهم، قلت لكم في 11 ورقة و 13 ورقة. عملنا من اللي يدخل الحريف للقاعة أهمها يقعد أهمها مثلا طاقة الاستيعاب، الفضاءات المفتوحة تكون 50%، الفضاءات المغلقة تكون 30%، التباعد بالنسبة احنا للفرقة أنه تكون متر بين كل عازف وعازف باللي بفتح والمطرب ما يهبطش من السين، العمل في وسط المتحف في وسط القاعة اللي بفتح متاحهم، البيست متاع الرقص تكونش فيها تكون نسبة محددة ما نكثروش منها وتكون فيها متباعدة برشا يعني أدق تفصيل التعقيم قبل الحفل وبعد الحفل، التهوئة بالنسبة للفضاءات المغلقة كل شيء يعني شو أدق تفاصيل موجودة فيه. باهي برشا، باهي هذا باهي. وقتاش باش يتم تفعيله هالقرار هذا ولا البروتوكول؟ تفعيله من لو 27 جويي. أيوة. عدنا كان سنة وفي الظروف الأمنية اللي تمر به البلاد هذه. أيوة. هي اللي عطلت شوية. الخبر الجديد نقوله لك اللي أنا توا متواجد أمام القصر الرئاسي. أيوة. اللي بعد قرار اللي خرج البارح صراحه استأنس كل الموسيقيين وقلنا انه كل علاش الاستياء هذايا، معناها هو بالعكس كان 7 نتاع العشيه ولا 10 نتاع الليل. اي الى تاريخ غير محدد، يعني انا ما نعرفش اسكو باش نرجع اليوم غدو او الى حين اشعار اخر. اي هذا هو هذاك الاشعار الاخر اللي احنا نحبوا ناخذوا. شو احنا مش نحكوا على اليوم وغدوه متفاهمين الوضع ومتوقعين انه ما فهمش خدمه، متفاهمين لحد ناسينه. احنا نحكوا من البرومي، احنا توا ما نتواجد انا وممثل سي نجيب عطية ممثل على قاعات الافراح موجود معايا، يعني جينا او احترمنا احنا البلاغ اللي هبط اكثر من 3 من الناس، ما حبيتش انا نعلم موسيقيين باش ما يصير الشوشه. هو كذلك مشكور ما حبش يعلم اصحاب القاعات، ولو انه لو كان عملنا نداء احنا راي ناس كل جيت اليوم، لانه مش جيت راهو للاحتجاج والغضب، جيت باش تعبر على الحاله اللي وصلنا لها، الخصاصه اللي ولينا فيها، المشاكل الماديه اللي صاي ما عادش عندنا، اختي ما عادش عندنا حتى شيء. وقولوا راهو حتى المواطن التونسي، انا اتكلم في عروسه من قبلي من مدين من طوزر من بيجه من شندوبه، يكلمني بوه على بنته باش يعرسلها، يكلمني عروس من كذا يقول لك انا حط قدام قلبي وصارف. شنو هذا كل؟ احنا عندنا عامين اختي، تسكرنا العامين صاي، دخلنا جويله ودخلنا اوت سكرنا العامين ما خدمنيش. علاش القطاع هذا الوحيد اللي قعد هكايا؟ علاش القطاع الوحيد هذا بدون لا اراده سياسيه موقوف معنا حتى حد؟ احنا تشوف انا تو باش نصب للبروتوكول، انا قدمته لسياده الرئيس باش نعاود نقدموا تو، وباش نقدموا التماس في اعاده النظر، اعاده النظر باش الناس ترجع تخدم، ومستعدين نحترموا البروتوكول الصحي اللي وافقت عليه وزاره الصحه. أي. وبالعذر التجويل ما يسالش، راضيين نبداو العشرة نطمعوا من بعد تولي 11 لتوصلوا الليل لنرجع حياتنا عاديه. احنا مستعدين، الحرفيه كلا وجوه اصحاب القاعات
راهو ما نحكيلكش، راهو انا ما عادش عندي يدي توجعني من التليفون، نخرج باش نكلم عروسه نقول لها هاو اليوم هاو غدوه هاو اليوم هاو غدوه. أي. يعني وصلنا الى حاجه ما لا تطاق، ما عادش نجمو. هاو نداء على راديو ميد، يا سياده الرئيس الله يخليك، احنا رانا ما طالبين شيء، طالبين نرجع نخدم به تواجدك اليوم. سي ماهر بفضلك، اي المقارنه اللي صايره لي غران سيرفاس يخدموا النهار كل شيء يدور، علاش احنا عليه احنا طالبين مش نحترموا الوقت حضرة شويه العشرة الناس كل تبدا في ديارها نخدموا العشيات ما يسالش مستعد قد عروسه ما يسالش نقعد في القايله نتردد وفيد تكمل فرحتها والناس تمتهن دي خدمتهم ناس خدمتهم. وزد على ذلك الشيكات مازالت تصب في ناس مازال يبعث في عبد المنفذين، الماء مازال يتقص، الضوء يتقص، ليزينجات فكت الكهرباء وعطلت من الماتريال نتاع فما شكون اليوم تفكت له كهربته؟ فما انا عندي عدد 38 موسيقي تفكرت الكهرباء على مستوى الجمهوريه، راهو انا عندي ارقام نعطيك حالات الطلاق لله نتاع الموسيقيات، النساء الموسيقيين ما صبتش على رجالها 180 حاله طلاق وصلنا في تونس هكا في العام هذايا يا سي ماهر بسبب الظروف هذه معناها؟ بسبب الظروف هذه نساء رجال ما عادش تنجم، انت موسيقي يخدم 30 سنه تقول له توا يمشي يخدم خدمه اخرى، مع احترامي للمهن الاخرين شو تحبوا يخدم؟ شو تحبوا يطلع يخدم؟ تخلق فنان ويموت فنان. مش يخرج ومستعد قال لك نجم نخرج، قالت لا قدر تحب نمشي نخرج مرمى، مولا مرمى ما يقبلوش تو يقول له خاطر ما عندكش امكانيات باش تكون خدام، مع احتراماتي ليهم يقول باش يمشي يعمل حانوت كسكروتات والله لا ينجمها، لانه من حياته كل موسيقي تجي انت تو في كارير وفي فان كارير تقول له برمشي اخدم مرميجي ولا بر اخدم حماص ولا عطار، مع احتراماتي الناس كله على روسنا ما نجموش نخدم خدمه كان موسيقي. انت اليوم متواجد قدام تو في اللحظه هذه متواجد امام قصر القصر الرئاسي قدام القصر الرئاسي، اي انت علاش مشيت لقدام القصر الرئاسي شنو تستنى؟ انا توا باش نطلب باش نصبهم اعتراض والتماس لسياده الرئيس باش يعطونا باش حل القرار هذايا، وما نساش نصبوا اليوم غدوه نهار الاثنين نهار ثلاثه نشوفوا يخرج لنا بعين الرحمه نعاود نشوفوا الحاله اللي وصلنا لها الفنانين لانه ما عادش لنا. بالنسبة لي أنا وبالنسبة زادة كذلك للقاعات الأفراح وجاي ممثل عليهم احترمنا القانون ما حبيناش نحكموا حتى حد باش ما نصير شوشة، جينا أنا وممثل عن قاعات الأفراح وكهو كلنا شفنا زادة التأويلات الخايبة ممكن اللي صارت وهالبروتوكول الصحي اللي يباع ب 100 دينار، شنو هي الحكاية هذه؟ أختي بالنسبة لي كنت حب نعبي لك ممثل على قاعات الأفراح اللي هما راضيين بها 100 دينار هذيك مساهمة شرفية للنقابة اللي قاعدة تصرف من عندها اللي قاعدة نخلصوا في الماء الضوء نخلصوا في نشروا في الدواء للفنانين فهبيس لأن ما طلبناهاش احنا على الموسيقيين اختي راهو ما طلبناهاش على الموسيقيين وانت بارك الله فيك ديجا انت تحكيك عليها في الاخر اما فما للاسف زملائكم سايبوا لب الموضوع وحكينا في الحكايه دي اصحاب القاعات قال لك بالعكس هذه حكايه زاغه احنا هما قاعدين يساهموا ويساعدوا في صندوق النقابه باش احنا نصرفوا على الموسيقيين ونعاونوا الموسيقيين وخاصه الفئه النسائيه الموسيقيين اللي لا حول لهم ولا قوه اللي فما شكون لانه مش هذا الموضوع الاساسي بالطبيعه ماهر هو اي لانه مش هذا الموضوع الاساسي بالطبيعه فما الموضوع اللي حكينا فيه من الاول هو الاساسي اليوم واللي هو اللي يهم الناس اكثر هو انهم يفتحوا يكون فما فتح لقاعات الافراح الناس تحب تفرح كيف ما قلت مع احترام بالطبيعه هالوضع الصحي اللي قاعدين نعيشوا فيه به اليوم علاش كنت تتوجه بالنداء مثالش دونك ال 100 دينار ما فماش منها لا يعطوا فيها اصحاب القاعات مش معناتها باش نكره يعطوا فيها قاعه افراح معناتها تحب تساهم مساهمه وبرا معناها ماهيش اسمها هي اسمها اختي مساهمه شرفيه واضح شو محلاها الحكايه لا هو غصبا ولا هو اجباريا مساهمه شرفيه مش الفنان اللي باش يخرج يخدم يمد 100 دينار علاش دخل فنان هو البروتوكول هذا كي تقراه بروتوكول صحي مخصص لقاعات الافراح والفضاءات السياحيه والمطاعم والملاهي ما فهم تم التداول نتاعو بطريقه اخرى راهو اللي شفناه واللي وصلنا ماهر انا شو نعمل انا في النوايا الخبيثه انا نوايا كنتوس على نيته الخبيثه الله يهدي نقول احنا وكاو اي به ربي يهدي كما قلت به دونك لهنا اليوم الناس نجم تعرس نورمالمون والا لا باش يتم فتح للقاعات والا لا خلينا نجاوبوا اخيرا على السؤال هذا بالنسبه صحيا اختي احنا بروتوكولنا لا يمنع فتح القاعات صحيا لانك تشوف قرار البارح البلاغ اللي صدر على رئيس الجمهوريه الاخر يقول لك مع احترام كل البروتوكولات الصحيه
واحنا عندنا بروتوكول صحي منظم من سيد وزير الصحه يعني ثقيل ما عندنا حتى اشكال يعني صحيين ما عاد عندنا حتى مشكل بكل شنو اللي تبقى الامنيه هذه اي نعم شنو تبقى اي الناس الامنيه اللي توا نستناو فيها اصدار قرار من سياده الرئيس ب منع التجمع لثلاثة من الناس لأنه يكتب مع الكلمة هذيك نرجع نخدمه واحترام حضرة جوالي يوفر 10 تعليش معناها المشكلة كلها قاعد في التجمع نتاع ثلاثة من الناس هذا هي اللي منعتنا راهو منطقيين هذيك واضح معناها هنا تنجموا تفتح القاعات وتخدم حتى العشرة متعليل من غير حتى إشكال بالضبط هذا هو مع احترام العدد اللي لازم احترامه بتبيع من قبل العائلات لهنا نتوجهوا للعائلات والغير خاطر نعرفوا اذا كان يكونوا الموسيقيين منضبطين سخسان لهنا يبقى الانضباط ولا يبقى المشكل كله عند المواطن العادي اللي جاي يفرح وغيره للعائلات اللي باش تصدع الناس باش ما يكونش فما عدد معناها كبير برشا. شكرا لك ماهر الهمامي على كل هالتوضيحات هذه يعني ألف صحة. إن شاء الله تكون الصورة وضاحت لهنا للناس يتابعوا فينا واللي عندهم أعراس وغيروا أفراحهم معناتها هوني نحكيوا على قاعات الأفراح دونك مازلت مشكلة واحدة كما قال ماهر هي أنه تتنحى كلمة تجمع ثلاثة أشخاص ولا منع تجمع أكثر من ثلاثة أشخاص فرد بلاصة وهذه الحاجة اللي تخليهم هي العائق الوحيد اللي يخليهم اليوم ما نجموش يواصلوا في تفتح القاعات والناس نجم تعمل الأفراح متاحة كيف ما يلزم. على كل إن شاء الله تكون الصورة وضاحت اليوم للناس اللي تابعوا فينا الكل نرجع بعد شوية.